الوقت انا عايز لبس الشتاء. لما الشتاء تدخل يا حبيبي ان شاء الله. هو بعد اللي انت عاملاه في نفسك ده الشتاء لسه ما دخلتش برضه؟ يا ابني انا تعبانه. والله ما تعبانه، ده انت بردانه. وانت مش عارفه بتعبانه ولا لا، دخلت جوايا انت؟ انت من شويه طالعه داخله، طالعه داخله، كنت عامله زي الجمل. ما هو النج بتاعك ده اللي جايبني لورا. خمسة يخرب بيت عينيك. المهم انا عايز لبس الشتاء. يا ابني الشتاء لسه ما دخلتش ولا اللبس بتاعها نزل اصلا. والله نزل، تعال اوريكي، صحابي كلهم جابوه. خلاص ان شاء الله اول ما ابوك يقبض راح اجيب لك اللبس اللي انت عايزه. انا دي لي من زمان كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي لما ابوك يقبض. هو بابا ما يقبض بالسنه ولا ايه؟ لا اقل من سنه بكتير. انت ما تقول ايه يا اخت، ده اكتر حاجه القبضه بيبقى كل شهر. يا كان صغيره ما تضحك عليا. ابوك شغال شغل غريب كده يا اخي. يا شغال في الاثار. بس يا دي انت عبيط كده، هو حد يسمع كنت بتقول الكلام ده؟ طب ما جبتليش لبس الشتاء هقول للناس كلها وهطلع بره الوقت اقول بابا شغال في الاثار.